السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من سلسلة شروحات منصة مايكروسوفت التعليمية. أتمنى الاشتراك في القناة ونشر هذا الفيديو لكي تعم الفائدة على الجميع بإذن الله. مؤخرا ظهرت بعض المشاكل الخاصة باستخراج الشهادات في نقطة الأسماء. الأسماء كانت بتطلع باللغة العربية وبشكل غير مرتب، الحروف متداخلة مع بعضها، الاسم غير واضح تماما، بحيث ان انا ما اقدرش استفيد من الشهادة ولا ان انا اقدر اقدمها في اي مؤسسة او في اي مجال انا عايز اقدم له هذه الشهادة. طيب اليوم باذن الله هنشوف وهنتعلم ازاي ان انا اغير حسابي من 365 الحساب الرسمي الى حساب خاص على منصة مايكروسوفت، وبالتالي ان انا اتفادى واتجنب مشكلة الشهادات باللغة العربية بالشكل الغير صحيح. ده حسابي، حساب 365 اللي موجود على الوزارة اللي الوزارة عاملاه لي، وانا فاتح بيه حساب على منصة مايكروسوفت التعليمية. خلينا نشوف شكل الشهادة باللغة العربية طالع هنا ازاي، وحسابي انا الشخصي الشهادة طالعة فيه ازاي. هنا مثلا لو ضغطت على الصورة، دي الصورة اللي انا موجودة على الوزارة، وده اسمي باللغة العربية، وده ايميلي الرسمي على الوزارة، وهو نفس الايميل المتفاعل على منصة مايكروسوفت التعليمية. لو ضغطت على كلمة ماي بروفايل، انا جربت في كورس واحد علشان اشوف شكل الشهادة، لو ضغطت على الديتيلز اللي موجودة في الكورس واضغط على الفيو عشان اشوف الشهادة، الشهادة بتحمل معايا في شكل بي دي اف. طبعا زي ما حضراتكم شايفين الاسم طالع بشكل غير صحيح بالمرة، الاسم متلخبط جاي من اليسار، وفي نفس الوقت الحروف مش مرتبة. طيب هل انا اقدر استفيد من الشهادة دي؟ انا بالنسبة لي انا ما اقدرش اقدمها بالاسم بهذا الشكل، الاسم متلخبط جدا. طيب خلينا نروح نشوف حسابي انا الشخصي وازاي الشهادة بتطلع فيه. ده حسابي الشخصي بإيميل الشخصي. لو ضغطت على أيقونة الصورة، اسمي هنا باللغة الإنجليزية وإيميلي الشخصي على الجيميل. خليني أضغط على ماي بروفايل ونشوف شكل الشهادة. طبعا بمجرد أن أنا أضغط على ماي بروفايل هيطلع لي كل الكورسز اللي أنا خلصتها قبل كده. خلينا نفتح أي واحد فيهم، بيو ديتيلز، عايز أشوف الشهادة، بيو سيرتيفيكت. الشهادة هنا طالعة باللغة الإنجليزية، الاسم صحيح، أقدر أستفيد من الشهادة وأقدمها في أي مكان لأن هي موجودة فيها اسمي بالشكل الصحيح. طيب علشان أحل المشكلة ديت، في بعض التساؤلات بتقول هل أنا ممكن أرجع تاني كده وأغير حسابي هنا باللغة العربية، من اللغة العربية إلى اللغة الإنجليزية؟ يعني الاسم ده محمد جلال عايز اخليه باللغة الانجليزية علشان احل المشكلة بتاعت الشهادة. حقيقة وزارة التعليم منع او مش مديانا الاوبشن او الصلاحية ان احنا نغير اسمنا، والدليل على ذلك ان انا مثلا لو فتحت هنا علشان اعدل الاسم هلاقيه غير مسموح به. لو ضغطت على كلمة مثلا forms.office.com وافتح حسابي الشخصي، اسف حسابي الرسمي على وزارة التعليم او الاعدادات، بحاول فيها ان انا اغير اسمي، هضغط على الصورة، هاجي على ماي اوفيس بروفايل، وده المعلومات الرسمية اللي انا بتعامل بيها على منصة الاوفيس وبرامج الاوفيس كلها، ومقدرش ان انا اغير فيها اي شيء. لو هاجي على كلمة ابديت بروفايل عشان اشوف الصلاحية دي هل هي متاحة ولا لا، هضغط عليها. هنا انا ما اقدرش خالص ان انا اغير الا الاسم ولا حتى الايميل. هنا كمان ليه انا مش هقدر اغير المعلومات الخاصة بيا، why I can't edit my contact information، بيقول لي ان المؤسسة اللي انا فيها مش مدياني صلاحية ان انا اغير الجوب تايتل، المسمى الوظيفي او الاسم او الايميل. ديت علشان مش كل موظف يدخل يغير الاسم بتاعه او يغير الايميل، فبالتالي هيكون في اخطاء كتيره جدا خاصه في الاتش ار او في
شغل كتير جدا رسمي من قبل هذه المؤسسة أو هذه الوزارة. فبالتالي أنا هنا في حسابي 365 اللي الوزارة عاملهولي ما أقدرش أغير اسمي. الحاجة الوحيدة اللي أقدر أغيرها هي صورتي، أبتدي أغيرها زي ما أنا عايز. طيب حل المشكلة، حلها إن أنا أقدر أغير حسابي من 365 إلى حساب شخصي على موقع مايكروسوفت أو منصة مايكروسوفت التعليمية، وأبعت لهم أقول لهم لو سمحتم أنا عايز أغير الإيميل الرسمي بتاعي على المنصة ديت من 365 إلى إيميل شخصي لأن عندي مشاكل في الشهادات. طيب أو الأوبشن التاني إن أنا لو أنا لسه مبتدئ أو إن أنا لسه فاتح حسابي جديد زي ده مثلا، ما عنديش فيه غير كورس واحد يعني ما درست فيه وما حصلتش على شهادات، فبالتالي انا ممكن اتغاضى عن الموضوع واسيب ايميلي ده زي ما هو واروح اعمل او اسجل حساب جديد على منصة مايكروسوفت مباشر بايميلي الشخصي. لكن طبعا في ناس كتير اشتغلت على المنصة وعندها شهادات كتيرة جدا وكورسز كتير ان هي درستها، فصعب ان هي تعيد وترجع تعيد تاني الكورس ديت، فبالنسبة لها هيكون الامر شوية صعب. طيب الحل دلوقتي ان احنا هنفتح حساب مايكروسوفت او صفحة مايكروسوفت الرسمية ونعمل حساب عليها بحيث ان انا يبقى عندي حساب تاني بديل ل365، واقول للشركة والله غيري لي الحساب اللي على المنصة التعليمية من حسابي الرسمي اللي هو 365 وانا عايز استخدم حسابي الشخصي معكم. خلينا نفتح جوجل واكتب فيها مايكروسوفت، اختار مايكروسوفت، افتح الاختيار الاول وهو مايكروسوفت.com، دي الصفحة الرسمية لشركة مايكروسوفت، أعمل ساين إن. هيقول لي هنا ساين إن لو أنا عندي حساب، وكلنا عندنا حسابات 365 ولكن أنا مش عايز أدخل بيه خالص، أنا عايز أعمل حساب جديد زي مثلا ما بعمل حساب على الفيسبوك أو تويتر وبيكون ده حسابي الشخصي أقدر أستخدمه في أي مكان في أي دولة بالطريقة اللي تناسبني. طيب انا هختار نوع اكاونت، انا ما عنديش حساب وهبدا ان انا اعمل حساب جديد بايميلي الشخصي. انا هنا عندي حسابي او ايميلي على الجيميل، ده ايميل انا عملته افتراضي عشان اشتغل بيه. هاخد الايميل واكتبه هنا mo844@gmail.com واعمل كلمة نيكست. هيقول لي اكتب باسورد جديدة، انا هكتب اي باسورد انا عايزها. انا هنا بعمل حساب كامل زي الحساب اللي انا بعمله على الفيسبوك ولكن على موقع مايكروسوفت، اضغط على نيكست. هيقول لي اكتب الاسم، وهنا نخلي بالنا جدا 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 الاسم اللي انا هكتبه هنا هو ده الاسم الرسمي اللي انا هستخدمه في حسابي الشخصي على مايكروسوفت، ويفضل كتابته باللغة الانجليزية، وانا شخصيا بفضل ان انا اعمله بشكل رباعي. الفيرست نيم هكتب محمد جلال، واللاست نيم هكتب باقي الاسم. شخصيا انا بفضل ان انا بكتب الاسم بشكل رباعي علشان يطلع لي في كل الشهادات وفي كل الاستخدامات اللي موجودة على الشركة بشكل رباعي. دي حاجة ترجع لحضرتك طبعا، عايز تكتبه ثنائي او ثلاثي او رباعي زي ما تحب. انا هختار قطر واختار تاريخ الميلاد، طبعا دلوقتي كلكم حضراتكم عرفتوا تاريخ ميلادي. هضغط كلمة نيكست، وصلني كود على الايميل الخاص بي.
هروح افتح الايميل، بيقول لي هنا في كود للتفعيل، هدخل على الايميل اخد الكود، ارجع تاني على حسابي او الصفحة اللي انا فاتحها وانسخ الكود، بيقول لي ايوه هل معلوماتك صحيحة؟ خلاص تمام معلوماتي، لا انا الكود غلط. هاخد الكود، هاخده نسخ، هاجي هنا انسخ الكود، اضغط كلمة نيكست، هكتب الرمز اللي هو مطلعهولي NVD3XNY next. انا دلوقتي اصبح عندي حساب شخصي على شركة مايكروسوفت، هو حساب رسمي خاص بيا زي اي حساب انا بعمله على اي شركة زي تويتر او الفيسبوك. لو فتحت تاني ورجعت الايميلي الاقي خلاص هنا تم التسجيل، ده بالضغط على الصورة، اسمي طالع مظبوط بشكل رباعي زي ما انا كتبته في البداية. ممكن ان انا اتصفح حسابي اللي انا عملته هنا، ده ايميلي او حسابي الرسمي. انا ممكن طبعا اغير في البروفايل، اغير في الاسم لو حبيت تاني، او اغير في حتى الصورة. هنا امكانية تحديل او ان انا اعمل ايديت للنيم موجودة، ممكن اغير فيها بقى زي ما انا عايز براحتي خالص، ولكن يفضل كتابتها باللغة الانجليزية عشان ما نقعش في نفس المشكلة تاني. ممكن اغير الصورة او ما اغيرهاش، الموضوع مش مهم اوي موضوع تغيير الصورة. دلوقتي انا بقى عندي حساب رسمي اللي هو بايميلي الشخصي اللي هو الايميل ده، يبقى الايميل ده اصبح لي حساب رسمي على مايكروسوفت اقدر استفيد بيه واستخدمه في ان انا اغير حسابي من 365 الى هذا الحساب على منصة مايكروسوفت التعليمية. دلوقتي هتيجي مع حضراتكم الخطوة التانية، ان انا اتواصل مع شركة مايكروسوفت وبلغهم ان انا عندي مشكلة وان انا عايز انقل حسابي على منصة مايكروسوفت التعليمية من الايميل الرسمي ايميل 365 الى ايميلي الشخصي. انا في الصفحة زي ما انا اللي هي صفحة المنصة التعليمية المايكروسوفت، اتأكد ان صورتي موجودة او ان ده الاكاونت بتاعي فعلا، ده 365 اللي هو الخاص بالوزارة education.qa. هنزل تحت خالص، اضغط على كلمة contact us اللي هي موجودة باللغة العربية اتصل بنا، هيبدأ يفتح لي صفحة الدعم الفني الخاصة بمنصة مايكروسوفت التعليمية ويطلب مني الدخول بإيميلي. هنا ما اكتبش إيميلي الجديد، لا اكتب الإيميلي اللي موجود اوريدي بالفعل اللي هو إيميل 365، اقصد به إيميل الوزارة. الإيميل اللي معمول به حسابه فيه مشكلة، هيفتح لي صفحة الدعم الفني ويقول لي لو محتاج مشكلة، لو محتاج دعم فني في مشكلة معينة اكتبها لنا هنا. طبعا هو عامل لي هنا المنصة الافتراضية او المشكلة او المجال اللي انا بتكلم فيه هو منصة مايكروسوفت التعليمية، بيقول لي اكتب عنوان، اكتب ديسكريبشن للمشكلة، لو عندك اتاتش او عندك فايل عايز ترفقه لنا اعمل لنا ارفاق هنا. طيب انا عشان المشكلة توصل بشكل واضح لازم يكون الديسكريبشن موجود بشكل مرتب وبشكل واضح. انا كتبت لحضراتكم هنا في ورقة الرسالة اللي ممكن تستعينوا بيها، حابين تكتبوا من عندكم مفيش مشكلة، بس يفضل ان هي تكون رسالة واضحة ويكون المشكلة موجودة فيها بشكل واضح. حبيتوا تاخدوا الرسالة هتلاقوها موجودة في وصف الفيديو، انسخوها وغيروا فيها البيانات الشخصية، بياناتي غيروها لبيانات حضراتكم وانسخوها واستخدموها. السبجكت او التايتل انا خليني اكتب تشينج ميل، اخدها نسخ وانسخها في التايتل. في الديسكريبشن الوصف خليني اخد الوصف ده كله واعمل له نسخ
هنا بيقول لي اكتب المشكله. انا كاتب اسمي, my name is Muhammad, I'm a teacher of English in Qatar. I am writing to you because I have a problem with my certificates. عندي مشكلة في الشهادات بتاعتي على المنصة, كلها written in Arabic language incorrectly, مكتوبة بشكل خاطئ. لذلك I want to change my account, عايز أغير حسابي من 365 لحساب الشخصي, وأكتب حساب الوزارة هنا, وأكتب حسابي الجديد اللي أنا عامله على الجيميل. ويبقى أنا كده خلصت الديسكريبشن الخاص بالمشكلة. هاجي إلى المرفقات. أنا أفضل إن احنا نعمل إرفاق لصورة الشهادة اللي موجودة باللغة العربية واللي بيطلع فيها المشكلة. هاجي للشهادة اللي موجودة عندي وأعمل لها سيف, أو إن أنا أعمل لها داونلود على سطح المكتب عندي. الشهادة أتأكد إنها موجودة, الشهادة فعلا موجودة. أرجع تاني للبروفايل الخاص بالريكوست بتاع طلب المشكلة, وأضغط على attach file, أروح على ديسكتوب, الملف موجود هنا بالفعل, أختاره. بدأ الملف حمل معايا بنجاح. بالتالي هنا انا كتبت المشكله وكتبت الديسكريبشن بتاعها واضغط على كلمه سبميت. هيجي لي ايميل رسمي على ايميلي الشخصي اللي هو ده, اللي هو education.qa, يقول لي انت بعت تيكت بتقول فيها كذا كذا كذا, بيوصف لي فيها المشكله, وفريق الدعم الفني هيتواصل معاك ويحل لك المشكله. السؤال الاخير وهو مهم فعلا, امتى المشكله دي هتتحل او الحساب يتغير من 365 لحسابي الجديد؟ عادة في الأيام العادية قبل كده أنا بعت أكتر من مشكلة, كان عندي مشاكل في الشهادات, كان عندي كورسز خدتها وفجأة ما لقيتش الشهادات أو البادجات الخاصة بيها. الموضوع أحيانا أو المعتاد إن هو بياخد من أسبوع لعشرة أيام وبيبتدي تغيير أو حل المشكلة, ولكن أتوقع إن ممكن يحصل فيه تأخير بسبب الظروف اللي احنا فيها او المشاكل اللي احنا فيها بشكل عام, خاصة ان الشركة يعني في مشاكل كتيرة موجودة بتحاول تعالجها في بعض الدول, فيكون عندنا صبر شوية. ممكن نتوقف حاليا ان احنا ندرس, او ممكن ندرس وما ندخل الاختبار, او ندخل الاختبار وناخد فكرة عامة عن الاختبار وننتظر, او ان احنا نكمل عادي, وان شاء الله بمجرد الايميل ما يتحول كل شيء هيكون موجود وما فيش اي تغيير. ولكن لو حد من حضراتكم متخوف من شيء ممكن يتوقف. الاكواد اللي بياخدها من اي مدرب هي اكواد صالحة معاه لمدة سنة, ممكن يدخلها في حسابه دلوقتي او ممكن ينتظر لحد المشكلة ما تتحل. في كل الاحوال يكون بس عندنا صبر الايام دي, لان في طبعا الشركة مشغولة بحاجات كتيرة جدا في موضوع التعليم عن بعد, مش بس في قطر, في دول كتيرة. ولكن الحاجة الأكيدة ان المشكلة هيتم حلها ان شاء الله, وهيتم تغيير الحساب من 365 لحساب الشخصي. ونصيحة ممكن حضراتكم توجهوها لأي حد ناوي ان هو يعمل حساب على منصة مايكروسوفت التعليمية, ان هو من البداية يعمل حساب شخصي ويبدأ يسجل حساب على منصة مايكروسوفت التعليمية بحسابه الشخصي, مش حساب 365. أتمنى الفيديو يكون عجب حضراتكم, وإن شاء الله المشكلة تتحل. الرجاء نشر الفيديو على نطاق واسع, لأن المشكلة موجودة عند نسبة كبيرة جدا من الزملاء. أتمنى دعم القناة بالاشتراك والضغط على سبسكرايب, كمان جرس التنبيهات ياريت تفعلوه. إن شاء الله الفترة الجاية هيكون في فيديوهات خاصة ببرنامج المعلم الخبير, وإزاي إن أنا أقدر أستفيد من كل الشغل اللي أنا عملته في التعليم عن بعد وفي مجال تكنولوجيا التعليم, وإزاي إن أنا أعمل البروجكت المشروع اللي أنا بقدمه علشان أحصل على اللقب. وكمان إن شاء الله هيكون في سلسلة أخرى إزاي إن أنا أستعد عشان أقدم في مسابقة الـE2, وهي مسابقة بتكون سنوية. الحمد لله وبفضل الله أنا فزت فيها السنة دي,
وكان المقرر ليها انها تكون في شهر 4، في نهاية شهر 3 وشهر 4 تكون في استراليا، ولكن للأسف مع الظروف اللي احنا فيها تم تأجيل السفر، ولكن الفرصة موجودة للجميع ان هو ان شاء الله السنة الجاية يقدم في مسابقة الايتو، وهيكون في شرح تفصيلي عن المسابقة بإذن الله في الفترة القادمة. فأتمنى نضغط سبسكرايب ونفعل جرس التنبيهات عشان يوصلك الفيديوهات أول بأول. شكرا لحضراتكم على مشاهدة الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.